أجمل تحية وسلام المعطر برائحة الطعام والعطور والأريج مع مطبخ من مطابخ الخليج. اليوم رح نروح نزور بلد الحرمين الشريفين ونتعرف على أسس جديدة وأطباق مميزة ونرجع لمطبخنا تنحضرون سوا. المندي طبق تقليدي حضرمي اشتهر به أهل محافظة حضرموت شرق اليمن وأهل منطقة الباحة جنوب غرب السعودية، ومنتشر في أنحاء الجزيرة العربية ودول الخليج عامة. وأصل المندي يعود إلى طباخ من العرب الأوائل، كان هذا الطباخ يتضايق من طلبات بعض السادة لشوي نوع من اللحم لا غيره، فمنهم من يطلب شوي الفخذ وآخر يطلب شوي العنق، فابتكر شوي الذبيحة بأكملها بحيث لا يختلف طعم أجزائها وأعضائها عن بعضها. رجعنا من المشوار، رجعنا من المملكة العربية السعودية حتى نحضر سوا الأشهر وأطيب الأطباق. اليوم عنا الطبق المندي اللي راح نحضرها مع لحمة. الرز معروف بالخليج العيش، أكيد كل أهل الخليج بيحضروا أطباق عديدة مميزة مع العيش، إن كان اللون الأبيض، إن كان الأصفر، أو حتى اللون الأحمر، أوقات بيضيفوا فوق منه صلصة الطماطم أو حبيت الطماطم، في ناس كمان بيحبوا يضيفوا فوق منهم الخضار. بس نحن اليوم رح نحضر طريقة طيبة وشهية نفس الوقت مغذية، الرز الأبيض اللي جهزته تقريباً قبل وقت اللي عنا هون، حبيت فيها حامض الليمون الأسود، حطيت فيها الهيل، قرفة وقرنفل حتى ناخد النكهة الطيبة بدون ما ننسى ورق الغار. أما من تاني ميل اللي عنا هون الفخذ الغنم، رح ناخد هيدي اللحمة نتبلها ونرجع نحطها بالفرن، رح ياخد الثانية حتى قادر تبلها فيها. هلأ أفضل إذا لاحظنا نحن أنه قطعة كبيرة فينا نقطعها ونصغرها. رح اخدها وحطها هون بالسينية، رح نضيف فوق منهم شوية صلصة طماطم. ورح نضيف فوق منهم كل المكونات اللي بيعطينا فعلا النكهة الطيبة، من القرفة، قرنفل، من الهير، ورق الغار، حامض الليمون الأسود، كل المزيج رح اخدها وحطها فوق منها. رح نضيف كمان نقطة خل، وكمان رح نضيف فوق منهم شوية الزيت حتى يعطينا لمعة وطروة أكتر للحمة بهالشكل. وعنا آخر شيء الزيت كمان منضيف، إذا حبيتوا كمان تضيفوا أي مكونات زيادة مثل البهار الأسود اللي حبيت، أو في ناس مثلا بحبوا يحطوا معهم، خلينا نحط كمان بصل أو أي مكونات زيادة فيكن تحطوها. هيك منتبلها ومنخليها بالفرن حتى يتحمر معنا. رح أخدها وحطها بالفرن. حطينا لحمة بالفرن حتى ينطبخ معنا، نحن خلال هالوقت رز كمان هون عم تستوي، ما قلنا إلا نحضر طبق سلطة طيبة وشهية وبيلبق كمان مع اللحمة والرز. عندي هون حبيت أو شرائح من الملفوف الأحمر اللي جهزتها إلى شرائح، رح آخذ من هون شوية الروكا بس رح أفرمهم لأنه رح أحطهم بطريقة اليوم شوي مميزة. عندي شوية بقدونس مفروم ناعم، عندي حبيت الطماطم، حبيت البصل مفروم ناعم. شو رايكم نضيف فوق منهم كمان الخيار، بيعطينا نكهة طيبة بالسلطة. هلا رح ضيف شوية أعشاب هيربز بالسلطة اللي عنا هون، إن كان الزعتر، إن كان السيبولات، أو حتى عنا الريحان، ناخدهم كمان نفرمهم. تعرفوا دايما نحنا وجبات اللي عم نحضرها إن كان طبيخ أو إن كان
مثلا طبق ناشف مثل هون اللي عنا الرز واللحم اللي عم نحضرها، افضل انه نقدم حد منهم السلطه خضار. دائما وجباتنا لازم يكون كميه من العيش او الرز، كميه اكثر لازم يكون البروتين ان كان اللحمه ان كان السمك او الدجاج، وكمان لازم يكون يوميا ناكل نحن خضار. كرمال هيك اذا لاحظتوا شكلت انا تشكيله من الخضار، خاصه الوان الاخضر اللي فعلا مفيده لجسمنا يوميا مفروض ناكل، ان كان من الخيار ان كان من الملفوف الاحمر او بندوره وطماطم. نفس الوقت هولي ما في اي سعرات حراريه، ما بيخلينا انه نحن نحس حالنا تقال او نمسح، بالعكس بساعدنا نستفيد من الفيتامينات، نفس الوقت طيبه وشهيه بيلبق حد الطبق. هون حطينا نحن تشكيله من المكونات، عندي هون حامض الليمون رح اعصر عليها. شو رايكم كمان تعرفوا حد الرز؟ في كثير ناس بيحبوا مثلا ياكلوا صلصه حمراء يضيفوا على اللحمه، او في ناس مثلا اللبن. هون انا عندي نوعين من الصوص صلصات اللي جهزتهم كمان قبل وقت، بس اليوم الحامض اللي اضفت هون على السلطه حبي كمان اضيف منهم شويه طعمه اللبن. رح اخذ قليل من اللبن من هون اضيف على السلطه بهالشكل. مع رشه من الملح. صار عنا هون مكونات فعلا غنيه وطيبه، بدون ما ننسى نحن استفدنا كمان ان كان من سيبولات ان كان من الريحان وهالاعشاب مع بعض، دائما المفروض يكون عنا ببيوتنا موجوده، دائما بيعطينا نكهات وطيبه للاكل. رح اخذ الصحن حتى هون قدامي. رح اخذ الرينج، اليوم حابه اكثر ركز على لون الاخضر. رح احط بهالشكل الروكه داير منظار. رح احط الرينج. رح اخذ هالسلطه اضيف جويت هالديره، منشد عليها حتى منشيل الوقت اللي منشيل نحن القالب ما تفرط معنا. كرمال هيك بصراحة أنا أضفت اللبن أكتر حتى يخلي المزيج يتماسك على بعضها. هون اللحمة استوت معنا، فعلا ريحتها بتشهي بتفتح القبلية. شو رأيكم نباشر ونسكب أول شيء الرز بالطبق ونرجع نضيف فوق منها اللحمة اللي حضرناها؟ حطينا الرز بالطبق ورجعنا اضفنا فوق منهم اللحمه اللي حمرناها طبخناها بالفرن، رح تضيف شويه لون الاخضر ونرجع نقدمها على طاولتنا. رح اخذ هالطبق وحطها هون على الازاز، بدون ما ننسى الناس اللي بيحبوا يضيفوا فوق منه صلصه اللبن موجود هون وصلصه الطماطم كمان موجود. حبيت كمان حضر قبل وقت هون عندي الشوربه، شوربه العدس، رح ضيف فوق منهم رشة من البقدونس وكمان قدمها على طاولتنا بهالشكل. هيك اليوم جهزنا نحن طبق مندي من السعودية، من المطبخ السعودي اللي حضرناها الرز، فوق منها كمان حطينا قطع اللحمة يلي طبلناها وحمرناها بالفرن. إذا حبيتوا كمان تضيفوا فوق منه الصلصات اللي جهزناهم، إن كان صلصة الحمرة حطينا أو اللبن. وهون كمان حضرنا السلطه اللي غنيه بالخضار، حطيت ان كان الخس ان كان الروكا ان كان الملفوف، حطينا معه شويه اللبن اللي بيعطي هيك طراوه، خاصه اذا اكلنا نحن الطبخه اللي ما فيها اي صلصه او اي خضار. وانا شخصيا بنصحكم كثير تاكلوا خضار يوميا، وجباتكم دائما لازم يكون مقسوم لثلاث شغلات، ما تنسوا يكون الخضار غني بالفيتامينات او العيش او الرز، او عنا اللحم البروتين دجاج او السمك.
هون عنا الشوربة، شوربة العدس اللي فعلاً طيبة وشهية. أنا بقلكم صحتين وبلاقيكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة من برنامج قصة الطبق مع زرميك، ورمضان كريم.